السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما نساو خوتنا اللي في الغربه. إذا مثل ما شفتوا خوتي، تحفة رائعة، تحفة معمارية رائعة. إذا الملعب من أحسن، يعني من الملاعب اللي شفناها لحد الساعة في الجزائر وفي إفريقيا أيضا. ملعب جميل جدا، ملعب فيه يعني مواصفات الملاعب الدولية المعروفة اللي في أوروبا وأرضية ميدان ولا أروع، مدرجات في القمة، المدخل الرئيسي للملعب وفي القمة، يعني صراحة ملعب يشرف كما نقوله، ملعب يشرف. يعني ما ناش دائما كي نقوله حاجة سلبية، كاين إيجابيات نذكرها اليوم في الملعب. من بين هذه الإيجابيات عندنا كسبنا ملعب للمستقبل، عندنا الآن ملعب نفتخر به، نلعبه ونهزين ريصانا، ما نزيدوش نحشمه، نلعبه ملعب رائع من أحسن ما يكون، يعني أروع ما يكون، ملعب قمة. ملعب خاصة أنا اللي الشيء اللي يهمني هو أرضية الميدان، البساط الأخضر هو الأساس، رائع من أروع ما يكون. إذن راح نلعبه في ملعب هذا تاع وهران، اللي أنا مكسب مش فقط للوهران ولا مدينة وهران، مكسب للجزائر كاملة. أنا الشيء اللي نتمناه ما هوش غير نديروه منتخب الوطني وبعد نغلقوه، لا، أنا ماذا بيا تستفيدوا منه ناس وهران وتستفيد منه الحمراوة والجمعية، يعني باش نكونوا نطبقوا الاحتراف، يعني نقولوا احتراف، وحابين نطلعوا مستوى البطوله، وحابين نطلعوا مستوى اللاعب المحلي، لازمنا في كل في نادي عنده الملعب نتاعو، وان شاء الله لازم يكون، ان شاء الله يكون ملعب عشب طبيعي. يكفينا من البارطون هذا اللي هلكنا وهلكنا من الكره الجزائريه ورجعها للحاضر. الى حبه الدوله صح دير احتراف
وحابه تطور من البطوله الجزائريه وحابه اللاعب المحلي يزيد يطلع من المستوى نتاعو، نبنيو الملاعب، نبنيو مراكز التكوين، رغم انه مراكز التكوين للانديه هي اللي تبنيها، لكن الملاعب معليش كاين التعاون الدوله للفرق تبني لها ملاعب حاجه مليحه. الملعب كيما هذا تفتخر به، ملعب كيما هذا تاع وهران اضافه للكره الجزائريه واضافه للرياضه الجزائريه. المقابله راح يدشنوها اليوم لاعبين المنتخب المحلي، المنتخب نقولوا اللي يشرف عليه مجيد بوقرا، نتمنوا له التوفيق. هذه انطلاقه، صحيح انه اللاعب المحلي ضعيف، صحيح انه البطوله الجزائريه ضعيفه ماهيش تنتج، مش تعطينا تخرج لنا في لاعبين كبار، لكن نقدر نقول انطلاق مجيد بوقرم والماجيك الماجيك مدرب اللي يلعب في المنتخب الوطني، عنده خبره في افريقيا، يعرف العقليه تاع اللاعب المحلي. سابقا جربنا الكاراز اللي جاب لنا لاعبين ضيوف، وقضيه اللاعب الضيف هذه اول مره نشوفوها، الكاراز اللي جابته الاتحاديه السابقه. ايضا جربنا باتيلي وفشل باتيلي، يعني المنتخب المحلي هذا دائما في الاخفاقات. المره هذه راح نجيبوا مدرب جزائري، مدرب هذا كفاءه جزائريه، هذه معروف، لعب لاعب سابق كره القدم، يعرف المنتخب الوطني، العمل ايضا كمساعد اللي كان سابقا، لبس عنده خبره، يعرف الكره كما قلت الافريقيه، صحيح استدعى مجموعه من اللاعبين. اليوم راح نشوف، اليوم يبان العمل نتاع بوقرا، اليوم نشوفوه ضد ليبيريا، فريق ضع منتخب نقولوا متواضع ليبيريا، لكن ما نشعر فيه كرة القدم هذه، كرة القدم وخاصة المنتخبات الإفريقية هذه تبان لك صغار، قادرة دير لك جرون ماتش. لكن اليوم العمل نتاع مجيد بوقرا راح نشوفوه في أرضية الميدان، أرضية رائعة، ما عندنا ولا مبرر، أرضية ميدان ولا أروع، ملعب ولا أروع. راح نشوفوا اليوم اللاعب المحلي لما نوفروا له الشروط اللازمة ونضع ونخليوه في وضعية جيدة وممتازة. اللاعب المحلي كان يعاني من ارضيه الميدان ومن الملعب مش مليح وطرطون وكذا وكذا وكذا، اليوم ما عنده ولا مبرر، اليوم اللعب في ساقيك يا اخي. اليوم اذا كان مشكله فيك انت، ملعب قلتها ونعاودها ونزيدها ونكررها من اروع ما يكون، ملعب تحفه من الاخر، لا ارضيه الميدان، كل شيء باش ما ننسى والو، كل شيء تحفه. الان الكرة في ميدان اللاعبين، في أرجل اللاعبين، إلا قدرنا نفوزوا بنتيجة عريضة نعرفوا باللي العمل اللي داروا بوقرا يبدأ يبان، إلا ما كان والو، لا قدر الله ما كان والو، هنا نضعوا علامات استفهام باللي ما عندناش لاعب محلي، ويجب إعادة النظر في السياسة نتاعنا اللي فشلت. وصراحة نقولوها، ما لاعبي البطولة ما كانش، لا كونترول دو بال ما يعرفش يديرو، تعطيه بالون تقول له دير كونترول دو بال في السماء ما يعرفش. الان الفرصه امام اللاعب المحلي، يكون او لا يكون. اذا فرصه من ذهب، نتمنوا التوفيق للمنتخب المحلي بقياده الماجيك مجيد بوقرا. هذه الانطلاقه، مبروك للجزائر الملعب هذا، مبروك لناس سكر وهران التحفه المعماريه. نتمنوا ان شاء الله هذا الملعب، نتمنوا ان شاء الله الملعب هذا تستفيد منه الكره الجزائريه، وخاصه ايضا مولوديه وهران وجمعيه وهران القطبي، الكره في الغرب الجزائري، نتمنى ان شاء الله هذا الملعب تستفيد منه. الى باش غير نفتحوه ونخليه الالعاب البحر المتوسط ومن بعدها ما كان والو، ما درنا والو، لازم نستفيد من الملاعب نتاعنا ولازم نطوروا الملاعب نتاعنا. اذا الملعب هذا راح ندشنوه اليوم منتخب محلي، اذا بالتوفيق للمنتخب الوطني في مقابله اليوم ضد ليبيريا. في الأخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.